إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا زال الحديث متواصلا حول قصة عظيمة من أعظم القصص في القرآن الكريم، ألا وهي قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف مليئة بالعبر والدروس والفوائد. أحبتي في الله، وقف بنا الحديث في الخطبة الماضية أن يوسف عليه الصلاة والسلام قدر الله عز وجل عليه أن يلبث في السجن للعاصرين. السيرة الخطبة الماضية سير الحديث أن يوسف بعد الابتلاءات، مجموعة من الابتلاءات لإلماس امرأة العزيز الذي رضيته على الفاحشة سيدنا الحبس. أيها الأحبة في الله، يوسف عليه الصلاة والسلام من امتحان إلى امتحان، ومن ابتلاء إلى ابتلاء، ابتلى ربي سبحانه وتعالى بجسم الفائدة الأولى. أيها الأحبة في الله، من يمكن خلال الأنبياء المرسلين الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي هذه البضع سنين التي لبثها يوسف في السجن عليه الصلاة والسلام سيأتي الفرج برؤية الملك. أبي ربي عز وجل إيش الفرج؟ إيش السبب قمصيًا؟ إذا يا أخي الكريم، إذا اشتدت عليك الدنيا واشتدت عليك الابتلاءات فأبشر وتعلق بربك سبحانه وتعالى وعلق هذا القلب، فإن الفرج قريب. أيها الأحبة في الله، الملك في ذات يوم من الأيام جلس مع حاشيته وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اسم الله الذي خلاص الحاشية سلم سمارة إن سقط والد إيش الرؤيا من تعالى الرؤيا تولي سبع بقرات سبعة جندوسين سبعة بقرات وتفونسين تتن سبعة بقرات مغنين. أيها الأحبة في الله، سبع سمان يأكلهن سبع عجاف، البقرة العجاف تأكل السمين، يعني سنين عفوا سبعة من فونسين عفوا تتن في فونسين إيمغان، يعني هذا عجيب، يعني الضعيف يأكل القوي، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يعني سبعة سنبلات كذلك تيزي زاوين، سبعة سنبلات مغنية وتيزي زاوين
أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن سمار يلتزمون إن ستدري الرؤيا يستغي الحلم ونتا يستغي الحلم من يعنى وسوس من يعنى الحلم ناشق ياشق ياشق من المنوار رزق قالوا أضغاث أحلام يعني إن رؤياك هي أحلام مختلطة لا تفسير لها وما نحن بتاويل أحلام بعالمين يعني كامل ربما تنعرف تفسير هذا الرؤيا وتنعرف تفسير الأحلام ربما نسمع تفسير الأحلام أي لا علم لنا بتفسير الأحلام. وقال الذي نجا منهما يعني مش تسوي الخطوة بيعلم أن يوسف تغادي ستيل الفتيان في الحبس تغادي ستيل يجني نجم يجني صلب ونمشي من يروح الملك يروح الملك الناس. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة يعني بعد وقت بعد يعني بعد الأيام أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه أنا اللي أنبئكم أرسلوه أرسلوا لي ينتبه نجيب لكم هذا التفسير ديال هذه الرؤية. إلى أين سيذهب؟ يوسف أيها الصديق ذهب إلى يوسف إلى بيت يوسف وهو في السجن غير عند يوسف وهو في السجن. يوسف أيها الصديق وصفه بالصدق يوسف كان صادقا خارج السجن وكان صادقا داخل السجن. شوف الصدق شنو كيعمل أيها الأحبة في الله. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. باش نرجع للناس توقفوا راه ما تحتاج شي واحد يفسر هذه الرؤيا إلا أنت أيها الصديق. نسينا يوسف قال تزرعون سبع سنين دكا أي تزرعون سبع سنين متتابعات جادين ليكثر العطاء يعني السجن والصم سبع سنين نيشان أتصم لي متش رطبات خذت تصم لي نقيت باتش من قحطة يسجن جفاف. تزرعون سبع سنين دابة فما حصدتم فذروه في سنبله داكشي اللي ما تحصدوا خليوه هادي في السنبلة ديالو يعني الصواب مشى باش مشى من الهيدات الجن الهيدات بين مين باش وراه تيسمو السوسن يعني يوسف قال له علم ايوا الحين باش قال الناس شفنا مني خمرنا مني من ديني فارينا مني باش وراه تيسمو السوسن وراه تيسمو عجليش لان بلا حس مرة كيف تصرف مرة هذه شو بعرف هذه مرة جبت سنبل النس جبت هلال النس وسيتوقع والو فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. شغلوا السيس شزيز لوس ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني هذه السبع سنين غير من الأمطار وغير من الخير وغير من خير الله عز وجل ولكن السبع اللي غير تجي سبع سنين أخرى سبع شداد يأكلهن ما قدمتم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ينزل الشوار هذا من سوار سبع سنين إلى سوار الشيء والوار سبع سنين مسلم إلا قليلا مما تحسنون أي مما تتزرعون. الجمغة دروس من زين الزم إلا وتفكش الزارع في الزم الجم دروس. يوسف له عقل يوسف كان نبي من الأنبياء آتاه الله الحكمة آتاه الله عز وجل علم تفسير الرؤى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس نجمع العام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بعد هذه السبع العجاب الشداد نجمع العام فيعصر فيه الناس يعني كالزيتون والعنب وقصب السكر وغيرها كما قال المفسرون. من أي ملك هم يعصر تفسير الرؤيا وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به شو قال الملك نسمع هذا الرؤيا أعجب بتفسير رؤياه قال ائتوني به يعني جيبوا لي. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم يزرق نسك الرسول نسك الملك الناس لسه غير حبس قبل ما راح قال الملك خذي العزة خذي الكرامة خذي الموقف أصغر يوسف الناس قبل السبب غزي الحبسة صدقون أقدام الزوار زي مرار يوسف النساء النيت ويوسف زي كيدت أطفق بارك السنتا إن ربي بقيدهن عليم عبد عز وجل في السن لكي تنزل قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف إلى آخر الكلام الناس من تكمي يوسف اسمه ذي الغالي الملك من تكمي يوسف ما الحقيقة يوسف من ما علمنا عليه من سوء التسخر وراء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين يعني أنا راودته على الفاحشة يعني اعترف العزيز ثم أيها الأحبة في الله الملك من
ذلك هذه استقرار يوسف عليه الصلاه والسلام اتوني به استخلص لنفسي. من سن يوسف عليه الصلاه والسلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. شنو قال يوسف عليه الصلاه والسلام؟ ان الشهيد خزائن الارض. وقال سجن بالتعريف بمصطلح المعاصر وزارة المالية، إن السجن شغل مالي شغل اقتصاد، إني حفيظ عليم. لماذا طلب يوسف هذه الوظيفة العظيمة الصعبة؟ لأنه يريد أن يعدل بين الناس. يزرق العبش أيتام، يزرق العبش الفقراء، يزرق وش المساكين، يزرق الضار وذني حويش. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني أمين وعندي العلم. خص يكون عندي اللي كيكون في الوزارة ديال المالية، خص يكون عنده الأمانة أولاً. وجي الوزير يجمع الثمانية، السكتة كاملة على حكي، على الثمانية وعشرين يوم. هذه جودة توصل، هذه جودة نخدم، لا المعامل، لا والو، لا حتى حاجة الناس فقراء وحتى ما ياكلوا، غنمشي ندير لهم مهرجان. 3 مليار 4 مليار في كل شيء 8 مليار في النهاية اللي فاسي معز هذا بني يزيد دكتورة هذا بيعود الدكتورة المغرب هذا بني يزيد الحياة المستكبر هذا بني تدعم ولا يوم الحبة في لهذه هذا بني أستاذ الصغار الأمة وزيش الحكم ولكن إيش الفايتجر إيش الفار موسيقى إيش هو إدريقع هذه 6 مليار 100 مليون عادة دي بمشارعة 5 ساعات. إذا أيها الحبة في الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني لدي أمانة ولدي علم. كذلك الحبة في الله يوسف دابا شنو غيدير؟ غيكون على خزائن الله، غيوقع الشباب تجمع عند الناس. وجاء إخوة يوسف من دوك الناس اللي كيجيو من القوافل كياخذوا الزاد كياخذوا شي مكلة، غيجيو إخوة يوسف من الشام إلى مصر، مصر الدار مكلة. من وسطين شيء ما كبرنا يوسف وما سمينا بالشو والسن شيء وما اسمي زي كيدن وما اسمي بعز بعض الناس سنوات أرمني في تحضر الطوكس الكويت ويري يعقوب عليه الصلاة والسلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه دخلوا عليه فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم يوسف بعد سنوات كثيرة. يوسف من السنة ولكس إن وسن شاب إلا ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولما جهزهم بجهازهم أي أعطاهم الطعام قال اتوني بأخي لكم من أبيكم. فهم مش مثل يمكن تسن يوسف عليه الصلاة والسلام أول ما يجوا مني باش تلقى بنيامين ومساء ويقيم يعقوب عليه الصلاة والسلام. ألا ترون أني أوفي الكيل قد يشغل لك قد يشغل الزاد وأنا خير المنزلين. الصلاة والسلام يمشيوا مع الضيافة ربطوا مثل مني فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. يعني فلا كيل لكم عندهم تشيش الحجر أبغى المؤذن بن يمين التي تتسحر ذلك غرقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا تقربوا وقد اتقرب مذهب ومذهب قالوا سنراود عنه أباه ونحن سنبذل جهدنا في إقناع أبيه. أنا حالك شنجوم مش نستطيع على مذنب أبغى مش بن يمين أن يمتيس وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه يعني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. إن سنة هذا مثلا 8 دروس نشر الطوم دروس كسين زيس المواد المغنية يعني كسين دروس كسين الطرس إن سنة من ديوين أهل ما سنت ذي رحال مثل باش السنة لعلهم يعرفونه إذا انقلبوا يعني إحنا عقبا السنة بأن نجرس الإحسان. إذا ذهب الأحبة بالله العقبا غبمت فلما رجعوا إلى أبيهم عقب الغلب مرة السن قالوا يا أبانا منع منا الكيل يعني ما بغاش ذاك الملك وذاك اللي على الكيل هذا غيوش الطعام. إذا غيوش الطعام يا أبا فأرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون. سكينه ملك بنيامين أكسي الكيل مني قد نحفظ وذكر الطعام شمش مع يوسف من غير يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيكم من قبل. ما هذو مكرمات هذو مكتلة مش كيف يوسف عليه الصلاة والسلام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني الناس الجوع يحفظ يوسف بن يمين إلى رب سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. لنسوا تشر بني يوسف إلا ملك سخهم الميثاق، سخهم الوعد، سر يمينة الججم بأن التعب المومد هما وليطا وستمشفت يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما أتوا موثقهم يعني صافي اخذوا الموثق، قال الله على ما نقول وكيل: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. إن اسمي الرحم أكون هما وليطا أمانا أي التعب بحيث انطعب السدن لأن الجفاف في الشاب الناس أدفزد متفرغ. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. قال العلماء هنا اهل التفسير: خشيه العين. بالنسبه لهم في الماره قد يكون في سعين، لان تصدقوا من عاشر حكومتهم ما لكم ما رايتم قد يكون في سعين، لان العين حق. اتصلوا لهم من جسع العين، اتصلوا نقاش من العين ما لكم، لان العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم: وتفتخر شخيفا واستوى جسودا وقشر قرنه كي 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 شخص سوي السوار قبل أن تفتخر سيخ من شطار ومش تمشي كي كي ربما تقف العين من الموت بوضع الحياة المصرية ولا حدة في الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ولا أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. فقدم السبب من الرب عز وجل غير التعليم. هذه هي العقيدة أيها الأحبة في الله. ولما دخلوا من حيث أمر أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب وقضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أتقعج الحادثة من عبادة الله، أتقعج قصة عظيمة ذنت أدت يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه يكسير غزماس بن يمين من السنة، قال إني أنا أخوك، إني أنا أخوك شتماش فلا تبتئس بما كانوا يعملون. من السر من السوش بالمجهود الناس بن يمين شتماش صافي تخيل شنو يمكن مرة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. فلما جهزهم بجهاز معمار مرة البعير معمار مرة طعمني جعل السقاية في رحل أخيه. واحد السقاية تمشي للزنوب في داروها في الحاشية ديال الملك ديال يوسف عليه الصلاة والسلام، داروها في واحد البعير باش يخليو معاهم بني يمين. أيها الأحبة جعل السقاية في رحل أخيه، تقول الجن غسل الموز بني يمين واسم يوسف يقص ولا نزيد مسلم يقص دين حوايج الناس باش يمنع بني يمين يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يأذج المؤذن زي الحاشية يوسف عليه الصلاة والسلام إن سبتوا بغشا وانطلق شاب غشا أرقى ظهروا شابا وقع ويكسن إيش الميكيات إيش الكيل أظهروا يكسن. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. إن سمنت منهم يكسن، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا بنفسنا. قولوا سيبنفس الدرعان نزلت الملك فقط إيه ولد المر وما كنا سارقين غرش متشعشع. قالوا فما جزاؤه يعني من سرقهم إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كان عنده واحد القاعدة إلى شي واحد صرخ وشدوه صرخ ويقول لي عبد العلم من يدخل أنت أداز مرة للطعام مثلا أداز في الميكيا نيجي مثلا الميزة نيجي مثلا أدازو يجي دنكا يجي مليان دنكا وسلم أدازو كنا نسواه في إنشاء قلوا مثلا وضو في إنشاء وضو في إنشاء وضو في إنشاء وبنت في رحل أخي يوسف.
وفي الميزاني ابن يمين صافي من غد أسلمن أشنو اسم يوسف مزيان أك يوسف عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، نتمم الحديث إن شاء الله عز وجل في الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل، ولعلنا سنختم هذه القصة العظيمة التي سماها ربنا عز وجل أحسن القصص. سماها ربنا عز وجل أحسن القصص أيها الأحبة في الله. قصة يوسف من أحسن العبر أيها الأحبة في الله التي تملأ المؤمن إيمانا وعقيدة وصبرا على الدنيا. أيها الأحبة في الله، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص ما رأى هو الإنسان الذي يصبر. إنسان يصبر الشدائد ومن كلمة يشرب بها عز وجل العزة. أتشي المؤمن إنه من يتقي ويصبر، ومن يتقى أن يصبر أتشرب بها عز وجل جنات العرض والسماوات والأرض، بل أكثر من ذلك سينصره الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. أيها المهموم، أيها المظلوم، أيها الذي يمن احتقرك الناس ويمن ظلمك الناس، اصبر في هذه الدنيا، اصبر وخلق وحش بشرك يوسف عليه الصلاة والسلام. زبالو للقصر يقع المشكل نهار يوسف عليه الصلاة والسلام يدور الملك، يدور حكم الأرض، يدور تجيش الطعام يوذن. ثم أيها الأحبة في الله، هذه أسرع اعتراف الإثمان أخذ السيول الخطبة المقبلة إن شاء الله عز وجل. ثم رضى يوسف عليه الصلاة والسلام أنه تحقق الرؤية لأسرع الأحبة في الله بعد سنوات كفر. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بفقه القرآن، وأن يبصرنا بمقاصد القرآن، وأن يبصرنا بتفسير آيات الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يطبقون شرع الله عز وجل في حياتهم وبيوتهم ومجتمعهم. أسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا لطاعته سبحانه وتعالى، اللهم صل على العلم النافع والعمل الصالح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، ما وفقك أصل المأسورين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم ثبتنا على هذا الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد، اللهم من أراد بنا خيرا ووفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا وبشبابنا شرا وبأمتنا شرا فاجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملك البلاد، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة عبادة الربانيين الذين يصلحون العباد والبلاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين وأخر الصلاة.